نيلة تعال شوي. نعم خواجة. عادة بدي أحكيكي شوي. ناتر عزيز خبرني أنك أنت بالحبس. ما كان لازم. ليه قال لك؟ ليه نيلة؟ ليه كنت محبوسة؟ وحياتك خواجة، أنا ماني عاملة شيء. طب ليه لكن؟ حبست 30 سنة. خلص صار اللي صار. بريئة أو مذنبة شو رح تفرق؟ حطيت كل عمري جوا. خواجة أنا مني مرة عاطلي. أنا مأكد من هيدا الشيء، بس أنا بحاجة يكون على علاقة ثقة واضحة مع كل الناس اللي بيشتغلوا هون، فكرمال هيك لازم أعرف ليك أنت بالحبس. كنت عايشة بجمعية بيهتم فيها أستاذ عزيز، كان بعده شاب، وأنا كنت بدي أتجوز من رجال اسمه سعيد. الرجال كان يشتغل بأراضي المزرعة هون. قصدك عن بيي؟ ايه عند خواجة فؤاد. مرة هالشاب يلي كنت حبه سعيد توقف مع الخواجة لأنه الكل بيعرف هون انه كان يستغل البنات الفقرة اللي كانوا يشتغلوا بالمنطقة، وهالتصرفات ما هانت على سعيد فقرر يوشي بالخواجة. تاني يوم لقيوا سعيد ميت واتهموني انا بقتله. مش رح بطل اسمع عن وساخته لهالانسان. لا لا ما تقول هيك. شو من كان هو بيك؟ ما تذكريني. لا ما تنكره. شو بدك شو عمل مع الباقيين؟ معك انت تصرف بطريقة احسن، مع انه اعتدى على امك، بس على القليلة اعترف فيك كابن وورطك كل شي بيملكه. انت شو عرفك انه اعتدى على امي؟ مين خبرك؟ ليال؟ روز؟ لا لا. كنت تعرفيني انا وصغير؟ بتعرفي امي؟ لا ابدا، بس استاذ عزيز خبرني شوي لا لا انا ما كنت اعرفك بطفولتك، ما كنت هون، بس تخيلت انه عمل مع امك مثل ما عمل مع كل بنات المنطقة، وبعتذر بعتذر كتير. نيلة خبريني قوليلي الحقيقة، بي اعتدى عليكي انت كمان؟ ابدا، انا كنت من الليل يلي زمطوا. اوكي خلص مش الحال. صار فيه فل الله معك.